هنسكن عند والدتك. نعم. اوعي تكون عاملة حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقة خاصة لوحدينا، علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه رجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيلة وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوة من فضلك، ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه، والشقة جاهزة. شقة جاهزة؟ ايوه، بس انا كنت عايزة اخليها لك مفاجأة. بتتكلمي جد؟ طبعا، شقة محترمة مفروشة. انت قلت مفروشة؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارف مفروش يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شقة المفروشة؟ اهدى بس وصلى على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمة ما اجيبش اجرة يومين في شقة مفروشة. قولي بالصلاة على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقة فاضية؟ 180 قرش. يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص، هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد 15 مجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقة مفروشة 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر أكتر من كده الأيام دي. بقول لك صدقني شقة مفروشة لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال، أنا حاسس إنك أنت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكة. أنا حصل مني حاجة يوم الشبكة يا حبيبي؟ أيوه، مش قاعد تقولي شبكة إيه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجة رمزية نجيبها، ولما جينا للجد وإحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك، إيه اللي بتقوله ده؟ أنت مستخسر فيا شوية دهب ب 500 جنيه؟ نوال يا حبيبتي، أنا عمري كله فداك، بس أنت عارفة تجيب غطاء. أنا علشان أعمل فرح ونيجي نقعد أسبوع هنا بعت عربية أبويا الله يرحمه. أي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، إنما هي جابت حاجة برضه. معلش، بكرة تجيلك قضايا كتير وتغتني، ومن حسن حظك إن الناس زمامها باظت والبلاوي كترت، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال، وبعدين؟ إحنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر إحنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. أيوه بس هتتأخر على القضية. قضية إيه؟ القضية اللي كلمك عنها إبراهيم أفندي. يا نهار أسود، القضية مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضية هتروح. انت بتعملي ايه؟ جاي اودعك. انت بتدعي لي بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. حاجة ايه ده كلام ما تصحش كده؟ ايش اطلعي فوق؟ طب بقول ايه؟ بعدين يلا يلا يا اسطى. بصل ايه؟ يلا يا سعاد في البيت يا سيدي. بتبص على انت وهو يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي؟ انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا قلت لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كزله ليكي في وشي تاني يا سيدي. خلاص يلا يا عم يلا يا سيدي. عبد الشافي فيومي، ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي، مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله، أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا إبراهيم أفندي؟ طمن يا معلم، جاي بإذن الله، جاي بإذن الله. الواد أخويا هيروح عوانطة يا إبراهيم أفندي. يا معلم تماسك، الله، دي لعبتها أنا بقى. الحمد لله، الأستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتتندى. تندى مين يا معلم؟
ما انت جرب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي، ما تفهمه يا ابراهيم؟ فهمت وسعته بيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تتلدي وانا مش موجود، ما تفهمه يا ابراهيم؟ فهمت وسعته بيك. ما فيش حكم يطلع من محكمه مش على مزاجي، الله ما تفهمه يا ابراهيم؟ يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني. موكلني في قضيه يبقى تنام وتحط في بطنك تطيح صيف. فهمه يا ابراهيم. فهمت وسعته بيك. ايه والبي زعل ولا ايه؟ صاير خد على خاطره منك شويه، ما انت لكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البيه احمد فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه عن ايه؟ الدفاع المفضل. ابراهيم القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات القضاة، حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر القول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فين يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله هدخل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني؟ ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا اخي الله يخيبك، ده انا بيوصي على 7 ضهر يا اخي.